ولنقاشية الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات ضد أهالي طرمية. ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الصحفي عبد الله الفراجي. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. في ظل تواصل حملات الدهم والتفتيش من قبل القوات الحكومية والميليشيات، كيف يمكن قراءة ما يحدث اليوم في طرمية ونتائج الأولية لهذه الحملة؟ لليوم العشرون على التواريخ استمر العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية، قوات مشتركة من الجيش والحشد العشائري والحشد الشعبي التابع لحكومة بغداد. شنت منذ أكثر من 20 يوم عملية عسكرية هي مستمرة للآن. طبعا بعض أهالي المناطق المحيطة بالطارمية تعرضوا للإهانات والسب والشتم. بعض بساتين الأهالي تم جرفها بحجة فتح طرق ميسنية للقوات الأمنية أو للتحرك أو لسهولة تحرك هذه القوات. الخاسر الوحيد هم أهالي الطارمية. أغلب أهالي مناطق الطارمية خصوصا الأرياف التي تكون بعيدة عن القضاء خائفون من على مصيرهم وعلى مصير أراضيهم ومزروعاتهم وحيواناتهم. كيف يفسر استهداف أهالي طرمية بشكل دوري؟ لأن هذه الحملة ليست الأولى. طبعا الأمر واضح جدا، الهدف هو طريق بغداد سامراء. ربما بعض القوى وبعض الأحزاب وعلى رأسها الحشد الشعبي المتمثل بولاية الخامنئي تريد أن تستحدث محافظة جديدة من الكاظمية إلى سامراء، تريد أن تنظف الطريق يمينا وشمالا. تعتبر منطقة الطارمية أو هم يعتبرون منطقة الطارمية هي الشوكة أو هي صمام الأمان لحزام بغداد الشمالي، لأن الطارمية بكثافة سكانها بنخيلها بأراضيها الخصبة تعتبر منطقة كبيرة ومنطقة خارج إرادتهم، لأنها من مكون معين. الهدف هو الاستيلاء على الأراضي، التغيير الديموغرافي وصولا إلى مدينة سامراء. هذا الهدف الغير ملن طبعا. كيف يمكن قراءة توقيت هذه الحملة قبيل الانتخابات؟ طبعا كل عام تحدث في الطارمية 3 أو 4 أو 5 عمليات مماثلة. كانت في 2018 أيضا قبل الانتخابات ب20 يوم أو بشهر واحد شنت القوات الحكومية وعلى رأسها الحشد الشعبي عملية عسكرية مماثلة، وتم تجريف عدد من البساتين وطمر عدد كبير من بحيرات الأسماك. طبعا الحكومة والأحزاب والميليشيات تريد أن تقول لأهالي الطارمية إن بإمكانكم أن تنتخبوا أو لا تنتخبوا، الأمر لا يهمنا أو لن يفرق كثيرا. العمليات العسكرية مستمرة، التهجير أو محاولات تهجير أهالي المنطقة والتغيير الديموغرافي، محاولات التغيير الديموغرافي، محاولات إسكات أصوات أهالي الطارمية، محاولات طمر البحيرات، محاولات محاربة أرزاق الناس مستمرة، سواء انتخب أهالي الطارمية ممثليهم أو لم ينتخبوا. دعا عدد من النواب قبل أيام لتنفيذ هذه العملية العسكرية في طرمية اليوم، كيف يفسر مثل هذا التحريض من قبل النواب ممثلي الشعب؟ طبعا العديد من الصحفيين مما يسمى الصحفيين والمحسوبين على الصحافة، والعديد أيضا من ممثلي يعني أعضاء البرلمان ممثلي الأحزاب كانوا هم على رأس المحرضين على إزالة أو على جعل منطقة الطارمية أو قضاء الطارمية ونواحيها منزوعة السكان. على مرور أكثر من 3 أو 4 أو 5 سنوات كانت الدعوة مستمرة، بعد عقب كل حادث دموي يذهب ضحيته طبعا عدد من أبناء الجيش العراقي أو من المدنيين بهجمات مماثلة قد تشنها داعش أو غير داعش. تتعالى الأصوات من قبل هذه الشخصيات السياسية المرتبطة بالحكومة وبالأحزاب أو شخصيات صحفية مرتبطة بالميليشيات، تتعالى أصواتهم بجعل منطقة الطارمية منزوعة السكان كما هي جرف الصخر. شكرا جزيلا لكم الصحفي عبد الله الفراجي، حدثتنا عبر الهاتف من الطارمية.